أنا اسمي موسى عمر موسى، منزل السمان، عمري 55 سنة، وظيفتي في منطقة الأهرامات جمال، يوم 28/11 قابلت ست اسمها هند مع 2 دنماركيين، اتكلموا معايا على أساس إن هما عاوزين يطلعوا في الأهرام الكبير، وقلت لهم ممنوع، فعشان أمنحهم وأقول لهم ممنوع قلت لهم 1400 دولار، فقالوا ده كتير، فقلت لهم عندي حل تاني، ممكن بالنهار أطلعكم بالجمال او بالحصان بالنهار، بسيبكم جوه المنطقه وانتوا تصرفوا زي ما انتوا عاوزين. فاتفقت معاهم على اساس ان هم يجوني الساعه 10، محدش جاني. الساعه 8 بالليل اتصلوا بيا بتليفون يجوني عند المحل، نطلع ما نطلعش، قلت لهم ما ينفعش وكلام من ده. فالام في الاخر اتفقت معاهم على اساس ان انا اخد منهم 4000 جنيه اوديهم من منطقه اللي هي تراب المسلمين، البوابه اللي هناك. لما رحت هناك ما لقيتش موظف الاثار، الراجل عطاني 4000 جنيه، نط الباب هو والست وانا مشيت وهما مشوا. انا هند علي ابراهيم، بكالوريوس علوم. اول يوم قابلت فيه اندريس الدنماركي كان يوم 19 نوفمبر. اتقابلنا في كافيه في وسط البلد، احنا كنا جروب اتعرفنا على بعض من خلال موقع التواصل الاجتماعي كاوتش سيرفينج. كاوتش سيرفينج باختصار هو ابلكيشن بيبقى فيه السياح اللي بيجوا مصر، يا اما المصريين بيستقبلوهم او بيقابلوهم عشان يعرفوهم على المعالم السياحيه في البلد. في اليوم دوت اندرياس شرح لنا كلنا قد ايه ان هو عايز يطلع الهرم، وان ده حلم الطفوله بالنسبه له، يعني ان هو صغير ان هو نفسه فعلا يطلع الهرم. في يوم 28/11 قابلت اندرياس الدنماركي وجوزيفين الدنماركيه برضو الجيرل فريند بتاعته، اتقابلنا في منطقه ابو الهول. كانوا كلموني عشان اقابلهم، وهناك وريني صورة واحد وقال لي احنا عايزين نوصل للراجل دوت، وفعلا في اليوم ده سألنا عليه في المنطقة هناك وقدرنا نوصل له. هو عم موسى. عم موسى اتفق مع اندرياس ان هو هيطلعوا الهرم بمقابل 1400 دولار، وبس بشرط ان هو يكلمه الصبح عشان يظبط له الدنيا. تاني يوم اندريا ما كلموش ولا حاجة، بس كلموني الساعة 7:30 بالليل، قالوا لي احنا عند الهرم تعالينا. وبالفعل انا رحت لهم، وهناك قالوا لي كلمنا عم موسى، وفعلا انا كلمت عم موسى وهو جي عشان خاطر يطلعوا من الهرم، فهو خدهم وانا مشيت. تاني يوم عم موسى كلمني الصبح وقال لي ان هو طلعهم من هرم، وعرفت منه ان هو طلعهم في مقابل 4000 جنيه.